بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئه الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى اليوم السادس من اكتوبر المجيده كما بعث سموه برقية تهنئه مماثله الى معالي السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري